السلام عليكم شباب الخير، معكم صديقكم صابريكو. لست جيدا في كتابة المقدمات، لذا سأبدأ بالمقطع بشكل مباشر. فكرة المقطع اليوم كانت في الأول مختصرة على ميم فكاهي من 10 ثواني يتم جلب فيه شخصين والربط بينهما برابط عجيب، مثله مثل هذا المقطع. ما الرابط بين الهاتف وأعواد الأكل اليابانية؟ الهاتف يحتوي على أرقام، والأرقام تتضاعف من خلال عملية الضرب، والضرب أحد أساسيات لعبة الكاراتيه. ولعبة الكاراتيه لعبة يابانية الأصل، وفي اليابان يستخدمون العيدان للأكل. يه 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 يه. لكن الغريب أنه بعد وضع هذا المنشور في المنتدى أخذ تفاعلا ملحوظ، والناس بدأت تجيب روابط أنا أصلا ما لاحظتها. لهذا السبب أقدمت على هذا المقطع، لذا بدون تأخير لنبدأ. أولا يجب علي أن أعترف لكم بشيء، المقطع سيندرج تحت تصنيف الميمز، يعني أني سأحاول شيئا عادي بشيء مضحك حسب وجهة نظري، لربما يجده البعض مضحكا وقد يجده الآخر مهينا، لذا رجاء الأخذ الأمر كمزحة. وقبل البدء دعوني أعرفكم أولا عن صاحب الحلقة الأضعف في الموضوع، وهو فهد، لأن الرابط العجيب متمركز عليه بشكل خاص. كما قلت لكم سابقا أن من المخطط أن يكون المقطع تحت مدة 10 ثواني، لكن أولا لنتفقد الردود. حسنا، هنا لدينا إيمان نور الهدى تقول هما نفس الشخص، فهد قبل رمضان وبراء بعد انتهاء. جميلة جدا. حسنا، إتسيمان يقول الحجم، أوكي. وطاكو 55 النظارة والشعر والسماعة. حسنا، بريداسكي يقول اسم القناتان بحروف كبيرة. حسنا، دعونا نرى. بالفعل اسم القنوات بحروف كبيرة، أوكي. سكول جيمر يقول نفس الشعر بالضبط، أوكي لنتفقد. نعم، أعتقد أنه محق. سترونجر شانل يقول الروقان، ما فهمت شو يقصد، أعتقد أنه يلمح للغرفة. حسناً، يوسف رياكشن يقول نفس السماعات. عبدو جيمر يقول فهد اسم حيوان من الحيوانات الدب ورد. جميل. هنا الرابط بينهم. حسناً، ماجيك ماستر يقول وين الرابط بينهم. بعد رؤيتنا لكل الردود نفهم أمرا واحدا، نظرة المتابعين كانت نظرة عكسية عن النظرة التي كنت أريد أن أطبقها في المقطع. هم تمكنوا من جلب الرابط العجيب بطريقتهم الخاصة، لكن كما قلت لكم مخطط الفيديو كان يعتمد على أن يكون مدة المقطع 10 ثواني، لكنها تبقى مشاركة جميلة من عند المتابعين. حسنا، وبدون تأخير لنبدأ المقطع. نبدأ بفهد. معرفة عن فهد أنه يوتيوبر سعودي كانت بدايته مرة ممتازة في اليوتيوب، خلق لنفسه جمهورا محبا حوله يحبونه ويساندوه في كل توجهاته ويدعمونه بشكل مستمر، وهذا لما يبدو أنه ساعده ليطلق العنان لنفسه ويتابع صنع ما يحب. ما يمكن ملاحظته في الفترة السابقة في قناته أنه عانى من بعض التخبطات الواضحة في القناة، لكنه كان يستمر في السيطرة على الوضع بشكل أو بآخر، فتجده دائما متلهفا في التنويع واستشارة المتابعين في كل ما يفعل، شيئين كنت أفضل منه ألا يقدم على فعلهما وهو في هذه الفترة من عمر القناة. أولا أن يكشف لنا وجهه، ثانيا سؤاله للمتابعين بشكل مستمر فيما يرغبون بمشاهدته، وهذا بالتأكيد يؤثر على قراراته بشأن القناة كما ذكرت سابقا. أفهم جيدا أن هذا الأمر يرجع لصاحب القناة ولا دخل لي فيما يفعله، لكن الجميع يتفق أن نجاح فهد كان متمركزا في صوته الفريد وأيضا بأفاتار القطة. أنا أؤمن بشكل كبير أن الإنسان يمكن أن يخلد بصوته تماما كما هي الشخصيات الكرتونية المخلدة في الذاكرة بسبب صوتها الفريد. لهذا السبب لم أكن أريد من فهد أن يرينا وجهه. أتفهم أن قوانين اليوتيوب الجديدة هي السبب، ولأنه كان مجبرا على الإقدام بخطوة مهمة للقناة لكي لا يخسر تقدمها. في الحقيقة كنت أفضل أن أراه بشكل شبيه بهؤلاء. Wow, this is really colorful. Do I just sit down? Yeah. So if you would, just give me a hand, sure?
Yeah, okay, hi. So, hello everybody. My name's Angelica, artificial intelligence. Just minding my own business. And then I found this stuff. Obsidian! Score, baby, let's go! Welcome back, this is Angelica, and today we'll be setting sail across the water to make some animal friends, bring them back to the beautiful farm we've made, and give them a nice, useful life in captivity. Hi, どうも! ラブちゃんこと、 バーチャル ゲーマー キズナーです! 今日はこのゲーム! ホーム セキュリティ! 違う! あ! ちょっと待って! お前やったって! ここかけて、ジャンプして、こう… على الرغم من أن تحقيق هذا الأمر جدا سهل، فقط تحتاج لجهاز VR وأجهزة التحكم الخاصة بها. هذا فقط لو أردت التحكم عن نصفي من الجسد، يعني الرأس واليدين وتعبير الوجه فقط. ولكن لو أردت تحكم كلي لجسدك، فأنت تحتاج هذه المعدات كلها، وتكلفتها جدا كبيرة. لكن النتيجة جدا جدا. هاي فهد، لا تستمع لكلامي يا صاح، ولا تأخذه بجدية. القناة تمثيل كامل لصاحبها، جسدها كما ترغب، ولا تترك أحدا يملي عليك ما تفعله، ونظرته نحو قناتك ليست مثل نظرتك الخاصة. كن أنت صاحب الكلمة الأخيرة، قناتك جدا ممتازة يا صديقي، وفي طريقها للقمة وبوتيرة ثابتة. أتمنى لك التوفيق، ودمت طيبا. والآن لنذهب لبراء. لا أعتقد أني أحتاج لأن أعرفه، هو شخص غني عن التعريف على ما أعتقد، شخص فكاهي و... مستمع جيد و... مهلا لحظة مستمع جيد على أساس جلست مع الرجال باين تطبيل ألف حسنا لقد أخبرتكم أن الفكرة كانت مركزة فقط على 10 ثواني فقط وجديا أنا لا أتكلم عنه بشيء كل ما أعرفه عن الرجل هو أنه متزوج وأكبر مني له مني كل الاحترام والتقدير محتواه ليس قائما على شيء واحد وكل ما يطرحه يكون ممتعا بطريقة أو بأخرى الشيء الذي ألحظه في شخصيته هو أنه عفوي بطريقة مدروسة يعني أنه يريك جانبا واحدا من شخصيته وعلى الأغلب أن الجانب الآخر مظلم مسيطر عليه كيف ذلك؟ حسنا عندما يكون جانبك المظلم مسيطرا عليه هذا يعطي قوة لشخصيتك من حيث الرزانة والتصرف و... يا إلهي ما الذي أقوله؟ لا وعلى أساس ما راح أقول شيء عن براء واو عذرا المهم كون براء الحلقة الأقوى هنا فلن يلزمني تبرير ما سأفعله به لأنه بكل بساطة سيعرف أنها مزحة والآن من غير ما أطول عنكم أكثر لنبدأ الرابط العجيب ما الرابط بين براء وفهد؟ براء شخصية سعودية معروفة في اليوتيوب وأيضا يمكنه تغيير صوته أنت يا أخي تسب ليه لا أنت تسب يا أخي أنت وسخ يا أخي وش هالمصاخة السعودية تعد من أكبر الدول استعمالا لليوتيوب اليوتيوب منصة يستعملها الناس في نشر مواهبها وتقليد الأصوات يعد موهبة فريدة يمتهنها الناس على تلك المنصة فهد شخصية سعودية أيضا ويستغل موهبته الفريدة أيضا في هذه المنصة الرابط العجيب جديا أعتقد أني أضعت وقتي في صنع هذا المقطع ليس كذلك لأن يعني النكتة متركزة فقط في 10 ثواني وأخذ كل هذا الوقت لأصل لها أعتقد أنه أفسدها المهم هذا ما كان بجعبتي الآن أتمنى فقط أن تأخذوا الموضوع بشكل فكاهي فقط لا أكثر أنا فقط أمزح لا لست أقصد أي إهانة لأي أحد بالنسبة لفهد كما قلت لك أمامك عمل كثير على قناتك يلزمك فقط الصبر والسير على وتيرة واضحة لا تتردد فيما تراه أنت مناسبا للقناة ولا تجعل الأغلبية يتحكمون بمسار قناتك فقط تصرف وافعل ما تراه مناسبا لقناتك وبالنسبة لبراء لا أريد أن أخسر رأسي كان معكم صديقكم صبريكو ورمضان كريم
ايش في؟